زمان كنا بنستنى استطلاع هلال رمضان والرؤية، وكنا نقعد نقول لبعض ها حد لك حاجة، عرفوا حاجة، ويا سلام لو نتفاجئ ان رمضان بكرة وننزل كلنا في الشوارع نشتري الزبادي والعيش الفينو ونشتري حاجة رمضان. مؤخرا بقى في حاجة اسمها الحسابات الفلكية، وبقى في الغالب رمضان بنسبة كبيرة بيبقى معروف بدايته، وغدا هيكون هناك الاحتفال السنوي المعتاد لدار الإفتاء المصرية، واحتفال يعني هل هلال رمضان، ونبدا بقى نسمع اغنيه وحوي يا وحوي ولا وحوي وحدي بتاعت العيد. اه رمضان، ايوه ده رمضان مش العيد. والله بعوده شهر الصيام بكره ان شاء الله. التلفزيون المصري بالذات مرتبط معانا بالذكريات دي، وهننتظر ان شاء الله هل هلالك يا رمضان، وهنحتفل بالرؤيه لهلال رمضان. كل سنة وانت طيب يا احمد، وكل سنة وكل المشاهدين بخير، ويا رب رمضان يبقى كريم في كل تفاصيله وسعيد ومبهج على كل الناس. وزي ما قلنا في بداية الحلقة، احنا فعلا لما بنقول ان معظم البرامج السياسية بتتوقف ومعظم الناس المهتمة بالاحداث اليومية بتبطل تعمل كده في رمضان، لانه فعلا الشهر لازم يبقى له طبيعة خاصة. احنا بنتمنى انها تكون سنة جميلة ورمضان مبهج على الكل. خلينا نتكلم بصراحة، الاسعار دبحة المصريين، الأسعار يعني وصلت لمرحلة الناس فعلا بقى هو الحديث السائد للناس كلها، لأن فعلا أنت في يعني فترة زمنية محدودة أو قليلة لقيت إن دخلك اللي كان أصلا مكفيك بالعافية ما بقاش مكفي خالص في ظل ارتفاعات في الأسعار. عشان كده وزارة التموين عاملة معارض أهل رمضان في معظم المحافظات، ويقال ودي معلومة شبه مؤكدة لأن إحنا بعتنا يعني البصاصين بتوعنا، إن فعلا السلع بسعر الجملة. وللأسف بقى الأكتر والمحزن والمخجل إن برضو في عربيات بتحمل الدلالات إياهم، بيحملوا من المعارض دي السلعة بسعر الجملة ويروحوا يبيعوها بمعرفتهم في بره. وأنا بقول اللي بيعمل كده أنت خاين، وانت راجل يعني ربنا مش هيبارك لك في الرزق ده. دي دايرة الفساد بقى احمد، مش عارفين نخلص منها، اللي هو مهما كانت المنظومة، كل مؤسسة وكل حكومة وكل وزارة بتحاول تجتهد وتعمل اجتهاد، نلاقي انه في باب خلفي اتفتح كده بفهلوة سخيفة، وما هياش شطارة بقى زي ما كنا بنسميها زمان، فهلوة سخيفة وسرقة عيني عينك يعني. هو بص دينا الفساد يعني نفسي يعملوا تعريف زي واحنا صغيرين في المدرسه كده، كان في الديفينيشن بتاع الحاجه، تعريف مش عارف ايه، نفسي نعمل تعريف موحد للفساد، ان الفساد ليس هو الموظف الفاسد فقط، في مواطن فاسد وطفل فاسد وامراه فاسده وسواق تاكسي فاسد والراجل اللي بيسرق التموين ده فاسد. يعني بجد لازم يعملوا تعريف علمي للفساد في مصر يخص مصر لوحدها كده، عشان احنا مسميينه اسامي تانية فعلا. يعني التقرير اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض هو عنوانه كده، سيبك من العنوان، احنا بنقول طبعا ان الوزاره بتحارب جشع التجار، بس الله يخليكم كمان بالراحه على التجار، هو التجار مش هم السبب الوحيد في رفع الاسعار، الا انه في بعض الاحيان بتبقى في استغلال لحاله الغلاء الطبيعيه اللي موجوده باستغلال زياده، لكن اللي حاصل انه في غلاء طاحن للناس، وانه كل المحاولات دي مشكوره وجميله لكنها لا تلغي انه في مسؤوليه كبيره مجتمعيه على كل واحد فيه. تعالوا نشوف اهلا رمضان وازاي في خصومات وعروض مهمه جدا في بدايه شهر رمضان، نشوف التقرير مع بعض. هي بديل مثلا من حوالي 10 ايام بدانا البيع، الاقبال الحمد لله يعني كبير جدا، ولان احنا بنشترط على الناس هنا ان احنا نقدم اجود منتجات وبارخص اسعار تتراوح من 15-30% تخفيض، ففي اقبال كبير من كافه المستويات. كان لسه من دقائق كان في كونسول مش عارف مصر تقريبا كان في فرنسا ومراته في الخارجيه، والناس جايه خدت من هنا خضار وفاكهه ومنتجات كتير. يا ريت يستمروا بس بنفس الاسعار، ولو تخفيض اقل كمان يبقى برضه حلو رضا، انما الاسعار الزياده مبالغ فيها والله، بقى في شغزات جامد يعني. اشتريت بصل واشتريت ليمون واشتريت ترشي، وبصراحه الاسعار هنا كويسه يعني. بيشتروا بس برضه مش بنفس الكميات اللي كان زي كل سنه يعني، اللي بياخد كميات الاول كان بياخد كيلو، ده بياخد نص، ده بياخد ربع. هو المكان ممتاز بصراحه يعني، يا ريت يدوم، يا ريت يبقى طول السنه بصراحه يعني. رحمه جميله جدا ب 80 جنيه تمام، ومثلا قفص طماطم ب 35 جنيه يعني الكيلو فيه واقف اقل تقريبا من 2 جنيه، ولسه في حاجات كتير جميله يعني في المطرح. لا احنا مرخصين اسعار السمك هنا، لان هنا مفيش ايجار ولا في كهرباء ولا نور ولا ميه ولا حاجه، احنا بنبيع الحاجه بجملتها يعني، بنبيع الحاجه زي ما جايه، بحط هامش ربح بس نص جنيه على الكيلو للزبون بس فقط ليس الا.
سواء كان ماكريل مجمد، سواء كان بحري، سواء كان بولتين، كان حاجه بحاري، اي حاجه بوفرها للمستهلك بزود له على بس نص جنيه على الكيلو، لان هنا ما بدفعش لا ايجار ولا نور ولا ميه ولا اي حاجه. طب ما تبقى انا امبارح جايبه الكيلو بخمسه من عندي، لكن ان هنا رخيصه، شايفاها رخيصه جدا، لسه ما اشتريتش بس شايفاها رخيصه. واحنا جمعيه اسمها جمعيه ابناء 6 اكتوبر، جمعيه بمجموعه ناس محترمين موجودين معنا، قمنا على الجمعيه دي عملنا المنافس بيع اللحمه في كل انحاء اكتوبر وفي الشيخ زايد، بقالنا 3 سنين متواصلين بنبيع اللحوم والخضار، وان شاء الله المعرض ده مستمر لحد يوم 29 رمضان. نتمنى ان يكون ده نوع من التخفيف عن يعني من اعباء الاسره المصريه في رمضان، وحقيقي بجد فعلا عايزين يعني يبقى في نوع من التنظيم شويه ونبعد عن الاسراف شويه. ما ننكرش ان احنا من افقر لاغنى المستويات بنعمل يعني المطلوب زائد حته، يعني مره مثلا مره دينا كنت معزوم في المانيا عند صديق مصري ومن اغنياء المصريين اللي عايشين هناك، ورايح بقى يعني ناويله الراجل المهم نزلنا في اطباق نزل لنا سمكيه كده وطبق سلطه. انا قلت بنسخن الجرجير بتاعته، بنسخن هنخش في الغميق بعد كده، خلصت السمكيه ولقيت الراجل يعني بيبص لنا ايه، يلا بتخفوا نفسكم بقى انتوا جايين على بيات. فهم في اوروبا بيديك اكل على قد اللي انت هتاكله ويمكن اقل، احنا هنا بنستعيب يعني عامل عزومه يا راجل برضه ينفع اعمل مثلا فرخه واحده، طب ما انتوا 3 4 تنفار ليه فرختين؟ يعني هي عندنا برضه حته ليه 3 4 انواع لحوم؟ ليه 3 4 انواع مكرونه؟ يعني ليه الرقاق؟ هو الرقاق من ايه علاقه الرقاق برمضان؟ لا الرقاق ده حدث عظيم في كل بيت مصري. بدات اشك في الرقاق ده ان هو مرتبط، الرقاق ده لا يمكن الاستغناء عنه في العزومات. الرقاق بشوربه البط. يا سلام هتجوعينا بقى. كنت شفت بمناسبه ما احنا بنقول العزومات ونوفر والغلاء، لسه بنفكر نفسنا انه موائد الرحمن في صورتها التقليديه وفي صورها الخفيه اللي لازم تحصل اذا كانت بتحصل في السنين اللي فاتت لازم تحصل في السنين دي اضعاف ما كنا بنعمل، وربنا يرزق الجميع. الجميل انه في شروط منظمه السنه دي لاقامه موائد الرحمن، يعني ما فيش منع ابدا لموائد الرحمن زي ما كان في اشاعه بتتقال يا احمد انه موائد الرحمن هتتمنع، لا ده ما حصلش، لكن في شروط منظمه لاننا عايزين نبقى دوله فيها قوانين وقواعد عشان تعمل مائده رحمن. اول شرط يعني قبل ما تقري الشروط، انا موافق وجميل وحلو قوي ان احنا بننظم، بس يعني ينفع قبل رمضان باربع خمس ايام تقول لي شروط؟ طب افرض الشروط ما استوفتش، الراجل الفلان بالحاج فلان بتاع ربنا اللي كان بياكل كل يوم 500 واحد هقفلها له؟ ولا على فكره الشروط مش صعب، مش يعني ما فيش يعني حاجه فيها ما تستوفاش. ما تجيش النهارده تقولها يعني، ما تجيش تقول لي هعمل مائده رحمن في وسط حديقه عامه، ما تجيش تقول لي هعملها قدام مدرسه او مستشفى، يعني الشروط لطيفه وبسيطه. يا راجل بقى له 20 سنه بيعملها قدام مدرسه وما عندوش مكان تاني، وانت جاي له قبل رمضان تقول له مين اللي هيفتش؟ مش برضه بتاع الحي صاحبنا اياه اللي هيتفضل معانا وياكل معانا؟ مباحث اشغال الطرق قال لك كده، مباحث اشغال الطرق اول مره اعرف عنها دي، وانه يحصل على تصريح من مباحث اشغال الطرق ويحصل على موافقات امنيه. يعني فتح عينك برضو تاكل موافقات امنيه يعني. دي غريبه قوي. لا يعني فتح عينك تاكل ملبن، ما دام اعتدال هي اللي هتطلع لك الموافقة. عشان اخد ده عشان اعمل مائده الرحمن يعني الموضوع. بصي لعلمك بقى انا مش من مؤيدي مائده الرحمن، اتمنى ان تتحول موائد الرحمن الى موائد سريه، يعني بجد في ناس تحسبهم اغنياء من التعفف. اتمنى لو انا بعمل 500 وجبه يبقى في آلية ان هو يتوزعوا على البيوت بكرامه وشياكه كده، اخبط واحنا بننفذها على فكره في اسكندريه وبشكل ناجح، ان انت وجبه شيك قوي كان حاجه دليفري بتخبط على البيت اتفضل والسلام عليكم وبكرامه وبشياكه وما يبقاش في حرج يعني. يا ريت، لان برضه موائد الرحمن يعني مش كل الطبقات هتقدر تسحب كرسي وتقعد على المائده وجايب ولاده ومراته، مش هتبقى حاجه كده، ولكن هي شكل من اشكال التكافل الرائع. اتمنى ان الحكومه لو ما حدش نفذ الشروط دي يعني ادوا له مهله يشتغل، بس الترخيص ياخده بعدين، لكن مستحيل اقوم ناس واقول له اقفل المائده دي عشان ما استوفتش الشروط. هو مش ترخيص يا احمد، هو خلينا نقول تصريح، مجرد تصريح، يعني اختار ان احنا هنخطر الجهات الامنيه وانه لازم تكون فيها شروط امان لمنع الحرائق اللي هي الحمايه المدنيه، وزي ما قلنا ما تبقاش قدام مدرسه او منشاه حكوميه، وانه الجامعات الاهليه طبعا ليها يجوز ليها انشاء او انها تقيم موائد رحمن، يمكن انشاؤها في ساحه عامه او بجوار دور المناسبات او المساجد، يعني دي برضه
برضو فكرة ردا على اللي كنا بنتناقش فيه، ويفضل إنشاؤها في الملكيات الخاصة. إيه يفضل؟ يعني ما هي شروط ملزمة، لكن هي حاجة منظمة، وأهمها إن إحنا ما نشغلش الطريق العام ونقول أصل إحنا بنعمل مائدة رحمن وبنعطل حركة المرور. طيب لطيف. كلميني بقى عن الفول في رمضان. انا بالنسبه لي باكل فول طول السنه يعني الحقيقه. فول متعه. بالنسبه لي بس انا حضرت كنت وانا صغير اشتري بربع جنيه فول، ده كان كيس حلو كده فول بالبليله واربعه شايلين وراكي. دلوقتي الخمسه جنيه فول يعني لا يرى بالعين المجرده، يعني هو بيديك الكيس فاضي بخمسه جنيه، لكن لو عايزه فول بقى في كلام تاني. حقيقي يعني. والعلبه بتاعت المحلات الشهيره، العلبه نصها فاضي من جوه كده مرفوعه عارفاها. طب حد بتسحر طعميه؟ انا بتسحر طعميه ساعات زمان ايام ما كان عندي صحه يعني. او المفروض طعميه بتحرق يعني. طبعا بتعطل جدا. صعبه جدا طبعا. بتسحر طعميه بالشطه. طعميه بالشطه. يا احمد عمال يجوعنا النهارده. لا والله. طب اقول لك احنا بكره ناوي احمد بيقاتل يا جماعه ان احنا يعني لازم نتسحر مع بعض بكره. والله نفسي نتسحر على الهواء، ده الجديد. احنا عشان سهرانين يعني بالمشاركه كده، ونجيب طعميه سخنه وفول وجبنه بطماطم والحاجات الحلوه. استهلاكنا في رمضان تقدر تقول ان استهلاك البيت المصري في رمضان قد كام مره من استهلاكه في الوقت العادي؟ لا كتير كتير كتير. لا احنا بنتسرع في رمضان ما اعرفش ليه يعني ايه الجري ده كله؟ بلاش كده. بتوع الحلويات النهارده اللي تلاقي عربيه نقل بتوزع صواني كنافه والناس واقفه تموت بعضها. بالزبط. كتير يعني اعتقد انه البيت المصري العادي اللي عنده مثلا ثلاث اولاد، لو كانت ميزانيته للاكل مثلا عنده خلينا نقول رقم 1000 جنيه، هتبقى في رمضان 2000 جنيه. الرقم مرعب. فرب البيت ده مطلوب منه يعمل ايه في رمضان؟ ده سؤال بجد يخلينا نشوف التقرير اللي جاي. الاستهلاك في رمضان دائما ما تربط الدراسات والاحصائيات الخاصه بعادات المصريين في شهر رمضان بين الشهر الكريم وزيادة نسبة الاستهلاك من المواد والسلع الغذائية بمعدلات إنفاق تصل إلى 55%، أي أكثر من نصف ميزانية المصريين. ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 6 سنوات، فإن الإحصائيات تشير إلى أن 60% من طعام الموائد المصرية خلال رمضان يكون مصيره الإلقاء في القمامة، وترتفع هذه النسبة إلى 75% في المناسبات والولائم والعزائم العائلية، وغالباً ما لا يتم الاستفادة من هذه الكميات، مما يعني أن هناك تأثير سلبي على الاقتصاد القومي في رمضان بالنسبة للمسلمين والمصريين. في الأسبوع الأول من رمضان وحده يأكل المصريون نحو 2.7 مليار رغيف من الخبز و10,000 طن من الفول والطعام الأساسي لغالبية الشعب في وجبة السحور و40 مليون دجاجة. معدلات استهلاك السلع الغذائية خلال شهر رمضان ترتفع بمعدل 70% عن باقي أشهر السنة، ويرتفع استهلاك منتجات اللحوم والدواجن بنسبة 63%، كما يرتفع معدل استهلاك الحلوى إلى نحو 6%، فيما تصل المكسرات بنحو 25% مقارنة بمعدلات الشهور العادية من العام. والسؤال، هل تستمر عادات المصريين في ظل ارتفاعات الجنونية في الأسعار التي صاحبت قرارات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه؟ برضو يعني أنا كنت أتمنى أو عايز أسأل العلماء عن هستيريا التبذير في رمضان. بلاش كده كمان يعني. في سؤال تاني غير ما وردت من معلومات في التقرير، هو إحنا ليه بننزل قبل رمضان نشحن البيت كله؟ يعني ليه بيبقى فيه هرولة وجري على المجمع؟ هي الحاجة ما بتخلصش يعني. ليه بنزل أجيب مثلا سمنة رمضان مكسر حاجة رمضان فول رمضان؟ لا طب ليه ما أجيبش العادي بتاعي؟ فاكر الأيام الصعبة اللي ربنا ما يعيدها يعني. كان في أيام كده في أيام بعد الثورة لما كان في حظر تجول وأيام صعبة جدا، كان السوبر ماركت بالطوابير. انا ما بشوفش الطوابير دي فعلا غير في ايام رمضان. ليه بقى؟ تبقى واقف طابور طويل على الكاشير كانه فعلا الحياه هتتوقف، او وهو ده اللي بيحصل فعلا، ودي حاجه احنا مش فاهمينها. الحياه بتتوقف في نهار رمضان وتلاقي كل الناس في الشارع بالليل. لا وبرامج الطبخ بقى عندك طول النهار في الصيام. تجوعني. وحاجات معقده، بولونيز مش عارف لازانيا بالمش عارف ايه، وازاي تعملي باميه محشيه فراخ ومحشي مش عارف ايه، وفي الاخر في الاخر الحاجه طبخه فاصوليا ورز، ملوخيه ورز وفاصوليا ورز. يعني مفيش اي ابداع عند الام الملحوظه كمان يا احمد، رغم كل ما بتتلقاه من دروس في الطبخ. انا يعني برضو ماما يا رب ما تشوفش الحلقه النهارده. امي كان طول عمرنا امي بتكتب كده، عندها كشكول كبير قوي مليان اكلات ما بتعملش منها حاجه، واحنا بنتفرج على الكشكول بس. لكن ما بتطبخش ناكل مكرونه بشاميل والحاجات العاديه بقى بتاعت ماما العادي. طب الابداع ده بيروح فين؟
لكن عايز اسالك بقى على حاجه، شفت رمضان في الدول العربيه عامل ازاي؟ ضعيف جدا جدا جدا، هادي، سكون، مش حاجه. يعني على قد ما احنا فرحانين جدا وفخورين ان بلدنا عندها كل الحياه دي في رمضان وفي كل المواسم الدينيه والاجتماعيه، احنا عندنا بجد طاقه كده احنا بنضيفها للمواسم، لكن القصد انه اللي بيتغدى بيتغدى متاخر فبيبقى افطار، واللي بيفطر الصبح بيفطر بدري شويه فبيبقى سحور. ففكره انه ميزانيه البيت تضاعف، واصلا الحاله الاقتصاديه للبلد كلها ولكل الناس، ما حدش فينا يقدر يستثني نفسه من انه الظروف الاقتصاديه الجديده اللي فاتت والمتوقعه هي عبء كبير على كل الناس. اللي يقدر ياخد المبادره دي ويقول ان انا مش هغير في نظام حياتي في رمضان يبقى بطل في الايام دي. يعني اتمنى ذلك. وعندي انا عندي مشكله بقى، ازمه نفسيه في رمضان ما اعرفش كام مصري اتعرض لها، يعني يا ريت نحط همنا على هم بعض. مين فيكم بيشرب الخروب في رمضان في اول يوم او اول 30 يوم يطلع ويكتشف انه العرقسوس بتاع ابوه؟ يعني دي ازمه، يعني ازمه لازم العلماء والخبراء يشوفوا لها حل. ابهاتنا شايفين ان العرقسوس ده مشروب رائع، ايوه، احنا الجيل بتاعنا شايف انه تعذيب، فلما تيجي هو لون الخروب تيجي تضربي الكوبايه عند اول بق بتكتشف انها عرقسوس باظ رمضان. اه انت لا لا انا ولا ما بحبش الاثنين اصلا، بس هلا بحب الصوبيا، المخرج العظيم بتاعنا، فانا هجيب لك صوبيا بكره. هاتي لي صوبيا بكره وهاتي لي خروب وهاتي لي تمر هندي. اه يا سلام، هو دي الحاجات اللي بصراحه يا جماعه دينا عزمانا على سنيد كنافه بكره ان شاء الله. انا بكره بعدهم بكنافه يا رب، يعني نلحق نحط منها معلقه على الهواء هعملها لكم، بس لازم ياكلوها بعد الهواء عشان ما اضحيش بيكم يعني بكره. والله يا جماعه هو رمضان يعني حاله فعلا دينا فتحت موضوع بتاع مصر والدول العربيه. اي واحد بيجي مصر بيقول ان رمضان في مصر حاجه تانية. رمضان في مصر حاله، يعني بتصحى الصبح كده لو مشيت في الشارع اه انا في مصر، انا في رمضان. اللي حضروا رمضان حتى في البلاد الجميله زي دبي زي بيروت زي عمان، مفيش الطقوس دي، مفيش الهيصه، مفيش الجو الحلو اللي في الشارع، الجو الشرقي، انك تمشي تلاقي ناس كده هيصه ومزوقه محلاتها وبيوتها ومزيكا وكوره وتواشيح وصلاه، كل ده بيكون مع بعضه روح رمضان في مصر. بالظبط، وهي احلى حاجه بصراحه في الشهر. خلونا ناخد مداخله من دكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، اللي هيقول لنا او يفسر لنا احنا ليه بنشتري اضعاف ما احنا محتاجين حتى في شهر رمضان، او بنصرف بزياده في شهر رمضان. دكتور ابراهيم اهلا بيك. اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين الاول ورمضان كريم. كل سنه وحضرتك طيب. احنا دكتور عايزين تفسير حضرتك عن السفه يعني الشرائي او الحاله جنون الشراء اللي بيجي للمصريين قبل رمضان بيومين ثلاثة. ده بيبقى هوى الشراء، وبعدين ده بيبقى عدوى. يعني احنا لو بندرس علم نفس اجتماعي وبتحلل الظاهرة بيبقى في ظواهر زي عدوى كده، يعني زي فكرة ايه، ان بيبقى عندك خوف للحاجة تخلص، عندك خوف للحاجة كويسة تخلص، عندك خوف، فالخوف ده بيتنقل عدوى بقى من شخص لشخص 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 شخص، ويبدأ وفي نفس الوقت بيبقى موازي ليه حجم دعاية قوي من الهايبر ماركت الكبيرة والمولات الكبيرة والمنتجات الكبيرة، بتزود الحالة دي بالتبعية، يعني اللي بتخلص منها بتزود الحالة دي بالتبعية، فتنتقل تلاقي الأسرة كلها إيه، تلاقي الابن رايح يقول مثلا أنا والده أنا رايح أشتري من الكذا، فتقول له طب خد إخواتك وولاد عمك وولاد خالتك معاك، تلاقي الدنيا ابتدت تتزحم. نفس الحكاية جيران نازلين مع بعض يقول له أنا نازل رايح الهايبر فلاني فتعالى ناخد بعض نشتري، فتلاقي الدنيا ابتدت تتزحم وهكذا. لا هي يا دكتور الحكاية مش بس في الزحمة، هي الحكاية في معدل الاستهلاك نفسه. في المعدل، يعني زي ما بقول احنا لو بنعمل أكلة حجمها قد كده بنعمل ضعفها في حين انه نفس عدد الأشخاص. فكرة ان احنا هناكل أكتر ونلاقي نفسنا في الآخر برضو ما كناش أكتر، بيبقى عندنا حاجة اسمها الصورة الذهنية متعلقة في دماغك، حاجات ثابتة متعلقة في دماغك ان دي عادات اتعودت عليها او اعراف اتعودت عليها، ان انت في رمضان بتزود اكتر في الاكل، بتزود اكتر في حجم العزومات، بتزود اكتر في حجم الخروجات، وللاسف ما بيحصلش. طب علاجها ايه يا دكتور سريعا كده نقول للناس انا يعني ازاي تغيير بقى سلوك، ده تغيير سلوكيات وبيحتاج وقت، يبقى فيه توعيه كبيره، يبقى فيه زي اسلوب صدمه، يعني ابتداء من اول حد من
من يبدأ إيه حد قيادي يبدأ يدعو للناس إنها تقتصد، وبعد كده رجال الدين يشتغلوا على الحكاية دي، ورجال الاجتماعي يشتغلوا على، ورجال الاقتصادي يشتغلوا على الحكاية. والله يا دكتور أنا أعتقد الأسعار اللي هتقدمنا السنة دي بس يعني. ما بدأ للأسف ما بيحصلش يعني، للأسف كل سنة الناس تقول لك ده الأسعار غالية. ده الناس تعمل جمعيات لرمضان بيتحايلوا على زي ما بتقول يعني. في ناس تاخد مفروض فلوس أنا عارف ناس للأسف تاخد فلوس الصدقات مثلا أو الزكاة ياخدوها مثلا مفروض كل طول بقى السنة تلاقي لا ده أنا خد مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه خدهم راح اشترى بيهم بطة أو راح عشان يعمل عزومة لقرايبه. لقرايبه. ثقافة مجتمع مفروض تتغير، فعشان ثقافة مجتمع تتغير مطلوب زي ما بقول لك من اول رئيس نفسه دعا ان الناس تقتصد في رمضان. هو الرئيس لما قال الكلمه هو قاصد معناها، عارف ان هو لازم يبدا هو نفسه من نفسه يوجه بشكرك. الناس بشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي اللي بيقول لنا دي حاجه مجتمع كله لازم يعملها. واضح عجبتني البطه دي. المجتمع هيعمل ايه ولا ايه بصراحه؟ بطه البطه 100 جنيه عشان اشتري بطه. اريد بطه بوني كتا. بعد الفاصل معانا زاويه ثانيه للتفكير، دايما لما نتكلم عن رمضان نتكلم عن الامور الروحانيه والروحيه والدينيه والعبادات، والداعيه الشاب شريف شحاته هيكون معانا بعد الفاصل. جبنا الفوانيس احمر واخضر، جبنا الفوانيس احمر واخضر، تعجبني